السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم سعيد إخوتي، صباح السعادة والبركة والرحمة والكلمات العطرة المتعطرة بذكر الله ورحماته الطيبة ونفحاته الكريمة في هذا الشهر الفضيل. ككل صباح وأنا في طريقي إلى العمل، بصراحة وجدت إحداهن لو مشيت معها لتشتت برنامجي في تسجيل فيديو كل صباح، ولهذا حاولت التهرب منها بعض الشيء حتى أستفيد ولعلي أفيد، لأن خلطة البشر كثيراً مضيعة للوقت. فعلا خلطة البشر مضيعة للوقت. تقريبا 99% من مخالطتنا للبشر ما هي إلا مضيعة لحياتنا، مضيعة لا نستفيد من الحديث معهم في شيء، لا يرفعون معنوياتك بالعكس يزيدون عليها، لا يحسنون من مزاجك بالعكس يعكرونه ببعض الأحاديث التي لا تمت بالسكينة والطمأنينة والرحمات الإلهية بشيء، فلا تجد أكثرهم إلا متذمرون شاكون غير حامدون. أترانا ماذا نفعل بهم؟ أو تجد إن لم تجد فيهم الحمد تجد فيهم الحديث التافه عن المأكل والمشرب والملبس وعن هذا أو ذاك أو غير ذلك. بصراحة لا جدوى من هذا، لم أعد أقدر أن أضيع وقتي مع من لا جدوى في الحديث معهم، مع من لا يفهمون عقليتي ولا يتماشون مع أهدافي وطموحاتي. ما هم إلا سراق للوقت وسراق للطاقة، فمعذرة سيدتي لن أستطيع أن أمنحك من وقتي، فوقتي ثمين. بالعكس حتى وقت العمل بالنسبة لي مضيعة لوقتي الذي أتمناه، لكن لا عادي نستطيع أن نحتسبه لله تعالى. المهم في هذا اليوم لن أطيل الكلام، لأنني ربما الحكمة من هذا الفيديو سردتها قبل قليل. فقط أتحدث فقط عن شيء، عن تلك الصداقات التي قد تدوم 30 سنة وأكثر، وفي لحظة ينفصلون عنك لسبب تافه، قد يكون غيرة أو حسدا أو بخلا، وفي لحظة أخرى بعد غياب لسنين يعودون فجأة ويريدون أن يعاودون الاتصال بك وسرقة وقتك من جديد. فهل ترى تمنحهم الفرصة أو لا؟ بصراحة شخصيا لم أعد أرغب في منح فرصة إلا لنفسي، فهي وحدها تستحق وقتي ووحدها تستحق طاقتي، فعمري الذي مضى كله استنزفته في منح طاقتي لغير، منح طاقتي لمن لا يستحقها، منحت من جهدي ووقتي ومالي ونفسيتي وكل شيء منحته لمن لا يستحق.
أحتسبه عند الله صدقة، لكن منذ مدة ليست بالطويلة، مدة قصيرة فقط سنة ربما، قررت أن يكون وقتي لأهلي ممن يستحق منهم طبعا، ونفسي فقط. يكفينا أن نحسن اختيار المواضع التي نضع فيها أقدامنا، والتي نضع فيها أفكارنا وتصرفاتنا. حان وقت حسن الاختيار، انتهى ذاك العصر ومضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت إلى العمل.